الأسرى أبنائنا، الأسرى قضيتنا. لا يمكن أن يكون حل القضية الفلسطينية بدون تحرير كامل الأسرى. الأسرى هو أخذ الشباب بالقوة بشكل غير قانوني وغير إنساني إلى الزنازين، واللاجئين هو إخراجهم من أرضهم بالقوة وغريفين بذلك كل القوانين. فاللاجئين من جهة وعودتهم، والأسرى وتحريرهم أساس القضية الفلسطينية، وكرامة شعبنا في الأسر معهم إلى أن يتحرروا. ولن يتوقف شعبنا عن دعمهم حتى يخرجوا من معتقلاتهم. نحن الآن نعرب عن تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل والتحرير العاجل، ولكن بنفس الوقت نحب أن نقول أن كل شعبنا يعمل من أجل تحرير الأسرى، وسيتم ذلك قريبا إن شاء الله. بالتأكيد دائما لا نثق بسياسات الاحتلال ولا بإجراءاته، دائما احنا بنحافظ على ثوابتنا بنناضل من أجلها مهما كانت إجراءات الاحتلال. وشعبنا دائما يعني ملتف حول قضايا بكل مكوناتها، وخاصة ثابت الثوابت اللي هو أسرى. كل شعبنا ملتف حول هذه القضية، ويجب أن يكون يطلق سراح هؤلاء الأسرى، لأنهم أسرى حرية وأسرى حرب، ويستحقوا أن يكونوا بين أهلهم، وخاصة إذا كان هناك مفاوضات يجب أن تكون على رأس الأولويات. ونحن متأكدين واثقين من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بأن قضية الأسرى هي ثابت الثوابت، سيتم نضال دائما حتى يطلق كافر سراح الأسرى. في البداية هذه الوقفة هي وقفة مع الذات الفلسطيني، هي وقفة مع أسرانا الأبطال في صمودهم الأسطوري، هذه وقفة مع أسرانا المرضى، لنقول لكل هذا العالم أنهم يجب أن يقولوا كلمتهم بحق أسرانا المرضى الذين يموتون هناك داخل معتقلات هذا الاحتلال. والضغط على هذه الحكومة، الحكومة الفاشية، حكومة نتنياهو، بالإفراج عن هؤلاء الأسرى المرضى. ونقول بما يخص سامر العساوي أن سامر العساوي بما يمثله قد انتصر بإرادته وكسر هذا الاحتلال، كسر جبروته، كسر كل ما كان يتغنى به هذا الاحتلال. وما يحدث من اعتقال وممارسات بحق أسرانا المحررين يدل إن دل على شيء، يدل أن هؤلاء الأسرى قد تم الإفراج عنهم رغم أنوف هذا الاحتلال، رغم أنف هذه الحكومة، رغم أنف نتنياهو. لا يوجد أي داعي لما يحدث لسامر في بيته أو لأسرانا المحررين الآخرين إلا قهرا وغلا من هذا الاحتلال على أسرانا الأبطال الذين حققوا بصمودهم بانتصارهم على هذا الاحتلال أنهم هم أبطال حقيقيين، وأنهم طلاب حق، وأنهم طلاب حرية وليسوا إرهابيين. إحنا ملتزمين في يوم التضامن مع الأسرى ومع الأسرى المرضى بالتحديد، لأنه بنسمع إحنا حسب التقارير وحسب الأخبار اللي بتجينا من داخل السجون إنه وضعهم الصحي صعب وبتدهور وبعدد يعني بتزايد العددهم. فإحنا أطفالنا يعني أطفال جمعية رعاية الأم والطفل ارتقوا إنهم يكونوا جزء من هذا اليوم التضامني ويوقفوا لأخوانهم في سجون الاحتلال، ويوصلوا رسالة للعالم أجمع وللقيادة أنه ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى الجهات الحقوقية للنظر لموضوع الأسرى بأهمية وإعطائهم الأهمية الأكبر والوقت الأكبر لخروجهم على الأقل للمرضى. يعني أنا لما أسمع أم أسير مريض تحكي أنه بس بدي ابني يموت عندي، يموت بين ايدي، وين الضمير العربي؟ وين الضمير الاسلامي؟ وين الضمير الحقوقي اللي بيقول عن حاله مو حقوقيين وبينادوا بحقوق الانسان؟ لما يسمعوا هذه الام ما بتهتز مشاعرهم، ما بحسوا في المها، ما بشعروا، ما لهم امهات هم. فبتمنى كل انسان وانه يشعر مع هذول الاسرى ومع هاي الامهات. وانا من هون صرخه بوجهها لاهلنا في طول كرم، يعني انا الاعتصام الاسبوعي لا يتعدى على العشرات كل أسبوع. فمن كل الأمهات تضامنوا مع أمهات الأسرى، أشعروا بشعورهم. بتوقع أنه كل أم في محافظة طول كرم جربت ابنها لما كان في السجون الإسرائيلية. أنا خالد خطيب من مخيم طول كرم، كنت سجين سابق
عندي ولد معتقل حاليا 21 سنة، اليوم بهذا اليوم له 11 سنة بالضبط محمد، والحمد لله رب العالمين. يعني طلع لي تصريح يعني المرة الجاية راح أزوره، وأنا بقول إن شاء الله أمنية خير، هذه طلعوا التصريح لي إنه يكون الإفراج العاجل والقريب مش بس عن ابني، عن جميع الأسرى بسجون الاحتلال وتبييض السجون من المعتقلين إن شاء الله. وبنشكر تلفزيون الفجر الجديد اللي دائما بتابع الحدث معنا أول بأول. الحمد لله زي الأربع ثلاث أشهر يعني ما زرتوش، بعرف شو الوضع له، أخته بتروح تزوره بتقول الحمد لله مليح إن شاء الله يا روحي، إن شاء الله الله يفرج عنه وعن جميع الشباب بجاه رب العالمين، الله يرضى عليه ويحنن عليه. خلص شو بدك كل شان. أنت شو رأيك بالتضامن اللي بيجوا الناس؟ هذا تضامن. طيب لا بدنا أخرى. هسا لو كل يوم في تموين في شيء بتمش حدا من البلاد اللي يجوا. طلع على منو اللي جاي مشان الأسرة، ما كل العالم في السجون. إذا إحنا ما وقفناش معه منو بده يوقف؟ اللي ما يأخذ 20 والمريض والدنيا، مفروض كل الشعب كل الدنيا تتشاء. مش كل واحد قاعد بمحله مش سائل عن الناس. احنا جايين وقفة تضامنية مع الأسرى، المرضى أولا وجميع أسرانا الأبطال اللي هم صناع المجد والخلود لشعبنا واللي تنازلوا عن حريتهم لأجل كل الشعب، فمندعي الجميع أنه يوقف معهم وقفة، وإن شاء الله يا رب يا رب الشفاء العاجل للأسرى. ونطالب أبو مازن مع أنه هو أكيد مش مقصر أنه الأسرى المرضى الأسرى المرضى الأسرى المرضى، وبعدين أسرى جميع أسرى فلسطين يا رب، هي أهم قضية عنا، وإن شاء الله التحرير القريب لجميع الأسرى يا ربي.